السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير وأهلا بيكم وحلقة جديدة والموضوع كبير. النهاردة مش بس الموضوع كبير، ده احنا جايين النهاردة نتكلم عن الكبير، الأب. والأب سواء اتفقت معاه أو اختلفت، كنتوا على وفاق مع بعض أو لا، يعني في مشاكل بينكم أو لا، والله بتحبوا بعض، أيا كان الأب بيبقى دايما في رأيي هو رمانة الميزان. مش بس كده، ده السند، مصدر القوة، الأمان، صفات كتير قوي للأب. أنا بهدي الحلقة دي لكل أب بيسمعني النهاردة وبيشوفني النهاردة، وخصوصا أبويا، بهديله الحلقة دي بقوله أن أنا بحبه وطول عمري بحبه. اتعلمت شوية أني أفهمه لما كبرت، إنما من أول يوم وأنا بحبه. تعالوا نشوف ضيوفنا النهاردة الغاليين قوي اللي كانوا حريصين على إنهم يبروا آبائهم سواء كانوا موجودين أو مش موجودين، ويسجلوا معنا النهاردة ضيوف الشرف ونسمع رأيهم لما سألناهم هو الأب بيمثل لهم إيه. يلا بينا. انت لسه قافش انت وابوك؟ العادي. انت بتحب ابوك ده اصلا؟ مش عارف. احنا قدام علاقة بيتوفر ليها كل اسباب النجاح، لكن للأسف كتير مش بتنجح. يا ترى مين اللي عليه مسؤولية اصلاح العلاقة دي؟ تفتكروا الابناء ولا الاب؟ ما تيجوا احنا كابن وابنة ناخد المبادرة، ناخد قرار إننا ننجح العلاقة دي ونقويها. خلوا بالكم عشان نعمل كده لازم نفهم إن عطاء الأب مختلف عن الأم، مش بيتشاف لكن موجود، موجود جدا. اختصار دور والدي اللي يمثل بالنسبة لي أكتر من 30 سنة في دقيقة أو دقيقتين شيء صعب جدا، لكن أقدر أقول إن والدي بالنسبة لي كان يمثل التجربة العقلانية للحياة. الأم بطبيعة الحال ووالدتي بتحب دايما تحط ابنها في فقاعة من الأمان بعيد عن مشاكل الدنيا. والدي كان دايما بيشجعني لو أخوض كل المشاكل، أحاول أتعلم منها، أحاول أبقى قد المسؤولية، أحاول أتصرف لو عندي مشكلة أحاول أحلها. هتلاقوا دايما الأب مش والدي بس بيمثل دايما الحياة العقلانية عند الطفل. كبرت وتعلمت منه حاجات كتير بالملاحظة أكتر منها بالكلام. كبرت اتعلمت منه فكرة الإخلاص، إخلاص في طلب العلم مش بس الشهادات، فكرة إن الواحد يخلص إنه يدور على المعلومة، يعرف إيه اللي بيدور حواليه، يعرف يبسطها للناس لما يجي يشرحها، يبذل مجهود كبير عشان يعرف يبسطها قبل ما يشرحها حتى للشخص اللي قصاده. اتعلمت منه فكرة الإخلاص في القراية، لما تقرأ حاجة خليك مركز أنت بتقرأ حتى لو كانت رواية. اتعلمت منه مثلا في حب القراية إن هو ما كانش بيعرف ينام لما يقعد يقرأ كتير. كبرت لقيت نفسي بعمل نفس الكلام. كبرت لقيت نفسي بحب الرياضة لأن هو كان بيحب الرياضة جدا وكان بيمارس الرياضة حتى آخر يوم في عمره. فكرة إن الواحد بيتعلم الحاجات من والده بالملاحظة أقوى بكتير من الكلام. الأب اللي بيتكلم كتير وتصرفاته مش بتعكس كلامه غالبا ولاده ما بيطلعوش زي ما هو عايز. اتعلمت حاجة كمان، حتى الإخلاص في الترفيه، لو بعمل حاجة للترفيه فقط خليني مخلص ليها، مفيش تهريج في اللعب. جملة ممكن تبقى غريبة بس لو ركزت فيها وفكرت كده هتلاقي ان انت محتاج تفصل دماغك وانت بترفه عن نفسك عشان مفيش حاجه تشغلك، هتلاقي نفسك فعلا انفصلت ومبسوط بالترفيه اللي انت بتعمله. اتعلمت منه حاجات كتير جدا جدا. عطاء الام واضح في كل لحظه من حياتك، انما الاب عطاؤه ممكن يكون مجرد احساسك انه وراك، احساسك انه هيظهر ويسندك وقت اللزوم، مصدر الامان. وكأن الأب هو قائد كتيبة الجندي المجهول في الحياة. بابا بالنسبة لي هو أول بطل في حياتي، بابا بالنسبة لي هو أول قدوة في حياتي، بابا بالنسبة لي هو أول حب في حياتي. عايزة أقول لكم إن بابا كان حاجة كبيرة قوي بالنسبة لي، ولحد دلوقتي
ربنا يديه الصحة ويبارك في عمره. بابا كان بيخاف علينا جدا جدا لأن احنا كنا 4 بنات، وهو كان بيخاف علينا، وكنت ما بحبش قسوته، كان ساعات بيقسى علينا وكان شديد. بس لما كبرت واتجوزت وخلفت عرفت ان قسوته دي كانت من كتر خوفه علينا ومن كتر حبه الشديد لينا. هو مصدر الأمان والثقة والاحترام، علمنا ازاي نحترم الناس وازاي نحترم بعضنا، وبشوف ده دلوقتي في عينيه بدعوته لينا وحبه ليا ولولادي. وبقول لكل بنت ولكل ولد خلوا بالكم من بابا، عشان بابا هو مصدر الأمان والثقة والاحترام. وبقول لكل أب خليك مصدر ثقة واحترام وأمان لولادك أو لبنتك بالأخص، لأن بنتك دي بتمر بمراحل كتيرة جدا، لازم تكون أنت البطل بتاع حياتها أو قصتها. طبعا كلمة أب دي حاجة كبيرة جدا. أنا بالنسبة لي أبويا هو مش أبويا، لأ هو صاحبي وصديقي، دايما ما بخبيش عليه حاجة، وفعلا هو سبب الخير اللي أنا فيه دلوقتي، هو فعلا اللي وقفني على رجلي وخلاني يعني أقدر إن أنا أكون إنسان ناجح، علمني حاجات كتير في حياتي. وطبعا انا اكيد مش هبقى فاهم الحاجات دي كلها الا لما اتجوز واخلف طبعا، عشان فعلا الاب ما بيحبش اي حد يكون احسن من ابنه، هو دايما اللي بيبقى عايز ابنه هو الافضل منه بكتير. وطبعا الناس كلها عارفة كده، هو مش ابويا انا لوحدي، كل الابهات في حياتنا بيعملوا كده، وكلنا يعني على كتفنا جمايل منهم، هم حقيقي هم السند والظهر. بيشاركك همومك من غير ما يكلمك فيها، لأنه بيفكر فيها زيك وأكتر منك طول الوقت، حتى لو ما قالكش كده أنت كمان شاركه هموم، مصاريف، تعب وغيره، يحس إنك جنبه، خليه يشوفك في المكان اللي يحب يشوفك فيه، خليه فخور بيك حتى لو ما قالكش يوم إنه فخور بيك، صدقني هيبقى فخور. دي حركات أبهات تشتري مني. أول ما اتسألت بابا بيمثل إيه بالنسبة لك اتبسطت جدا بالسؤال، لأن بابا لازم أديله حقه الله يرحمه. بابا بالنسبة لي هو السند والأمان والذكريات. بابا بالنسبة لي كان موسوعتي الكونية، كان هو أجمل مدرسة في حياتي، كان عنده لكل سؤال إجابة مختلفة. أنا فاكرة مرة وأنا صغيرة سألته عن الموت، قلت له بابا إيه هو الموت؟ قال لي الموت رحلة نورانية أتمنى إن أنا أمر. تخيلوا ان هو يغير وجهة نظري تماما عن الخوف رقم واحد في العالم للموت لرحلة. انا فاكرة كمان سألته عن مصر، قال لي عايزة تعرفي مصر؟ اقري في التاريخ. وفعلا قريت في التاريخ وعرفت ايه هي مصر. كل كلمة كان بيقولها كانت بتبقى مدرسة لوحدها. علمني ازاي افكر واكتب وابدع، علمني ازاي احقق طموحي، علمني ازاي يكون عندي احلام، علمني ازاي ما استسلمش لاي احباطات في حياتي. هو اللي علمني الحياة. أي حد عنده أب لسه عايش على وش الدنيا يحمد ربنا ويبوس إيده وشه ويعرف إنه في نعمة كبيرة أوي من ربنا. الحق بقى استمتع بالنعمة دي. تحية لكل أب مصري. طبعا أنا معاكم من تونس، ويا رب ربنا يفك أزمتنا ويعدي الفيروس ده بخير. بعيدا عن ده، موضوع حلقة النهاردة بجد موضوع حلو جدا، عجبني جدا إن احنا هنحكي عن أهمية الأب. الطبيعي ان احنا المتعودين عليه ان احنا دايما في برامجنا اكتر حاجه دايما بنتكلم عن الام، لا الاب كمان مهم جدا. ممكن ان احنا ما بنحسش بقيمته طول ما هو موجود، ممكن لما يروح مننا بنحس بقيمته، وممكن كمان اول ما بيروح مننا بنبكي شويه ونفتكر ان احنا ممكن ننسى، نفتكر ان احنا ممكن ننسى، بس اول اما نعدي بازمات ومشاكل بتلاقينا على طول بنروح ندور على السند والظهر، لان الاب هو بجد السند والظهر خاصه بالنسبه للبنت. لو هو موجود هيكون السلاح اللي بتحارب بيه اعدائك واللي كمان بتعدي بيه الازمات والعراقيل. لو هو مش موجود هتحسي بجد انك فقدتي سندك، انك فقدتي ظهرك، ان انتي ضعيفه، هتحسي بالضعف.
انا شخصيا فقدت والدي من وانا صغيره من عمري 6 سنين، بس كل ما افتكر ان انا مش عايزه اقول يتيمه، كل ما افتكر ان هو مش موجود حواليا بس هو اكيد عايش جوايا، يعني بقوى اكتر، وبقوى اكتر كمان كل ما افتكر ان اسمي جنب اسمه بالظبط، سلمى الشريف. الحقيقه الحديث عن والد في دقيقه شيء صعب جدا، ولكن باختصار شديد الوالد رحمه الله عليه كان قدوه حيه لكل المفاهيم ولكل الاخلاق الحميده اللي بنحاول تبقى موجوده في مجتمعنا. يمكن وضوح الرؤيه عنده لمفهوم الحياه والممات خلى امور تبدو صعبه جدا بالنسبه للناس بالنسبه له كانت سهله جدا الحقيقه. وده يمكن انعكس حتى على يعني طول الوقت ضحكته الجميله دي رحمه الله عليه، اللي كانت طول الوقت موجوده في حياته في اصعب الظروف الحقيقه. شغلي الحقيقه هو يمكن دي رغبه من الوالد رحمه الله عليه، وتعلمت منه الحقيقه يمكن بدايات الفكره دي. اصراره على انه اعمالنا لازم تبقى نافعه للناس هو اللي خلاني دايما افكر بالطريقه دي قدر الامكان. الحقيقه علاقته بالاهل باخواتي واخواته ووالده رحمه الله عليه وباصدقائه وبالناس وحرصه الشديد على نفع الناس كان طول الوقت بالنسبه لي حافز وقدوه احاول احتذي بيها. اسعدني جدا وجودي معاكم. مع السلامه. الأب بالنسبة لي بيعني لي الحياة، كل الحياة، بيعني لي البسمة، الأمان، الضحكة، الاحتواء، الحب. أول حلم للبنت بتفكر فيه في فتى أحلامها بتشوف أبوها، يعني بيكون هو قريب منها، صديقها، حبيبها، بيحتويها، بيخاف عليها، بيصاحبها، بيناقشها في الوقت اللي هي محتاجاه له. الأب سند، محبة، احتواء، خوف عليك من الزمن، تنبيه لك للمستقبل، دايما بيكون مشاركك كل حاجة في حياتك، دايما بيشاركك خطواتك مسبقا، بيفكر لك في مستقبلك قبل ما تاخده خطوة، هو بيكون عارف نتيجتها، ودايما انت لازم تسمع كلامه لان بيكون عنده خبرة من الزمن وعنده خبرة من الدليل الأبوي نتيجة قلبه إنه هو مطمئن للحاجة دي ولا مش مطمئن ليها. حتى بعد الأب ما بيتوفى بيسيب علامة حلوة وبيسيب صفات حلوة وبيسيب قوة جواك تقدر تعيش بيها وتكمل اللي جاي من حياتك. حتى لو فقدت أبوك بتقدر تكمل اللي جاي من حياتك بنصائح كان سايبها لك، ذكرى حلوة جواك، بكل حاجة اتكلم فيها وانت بتعمل شيء بتفتكر كلامه ونصايحه، عشان الأب هو كل حاجة. الأب هو الماضي والمستقبل والحاضر، السند اللي جاي لحد حياتك كلها. بابا بالنسبة لي ايه؟ السؤال ده لما سألته بدأت أرجع كده فلاش باك لورا لسنين كتير قوي من حياتي، وبدأت أفتكر دور بابا عليا في كل مرحلة من مراحل حياتي، واكتشفت ان كان تأثير بابا بيزيد عليا وبيزيد معايا، وكل ما بكبر في السن كان تأثيره بيكبر معايا، وده على عكس ما الناس بتبقى متخيلة ان انا كل ما هكبر في السن تأثير والدي عليا بيقل، لان انا بالتالي خبرتي في الحياة بتزيد. يعني بالعكس اكتشفت ان انا الحاجات اللي كنت بعترض عليها وبجادله فيها احيانا دلوقتي بقيت اعمل زيه من غير ما اشعر، يعني بعمل كده مع اولادي من غير ما احس. بابا بالنسبة لي كان كوكتيل كده غريب وعكس بعضه، كان في شدة كده وصرامة وحزن في طريقة تربيته لينا، وفي نفس الوقت كان حنان جدا جدا علينا، بحس ان هو يعني ولا ميت ام في كده في قلب بعضه، كنتش تقدر تترجم تصرفه. كان بابا بالنسبة لي كائن منظم، يعني انا اخدت عنه الموضوع ده ورثته عنه وتعلمت منه من غير ما يوجهني ولا يقول لي اعملي كذا. هو كان كائن منظم، يحب ينظم مواعيده وفلوسه وادويته، كان منظم في كل حاجه، في هدومه ودولابه كان منظم جدا. يعني بابا بالنسبه لنا وجوده بس في البيت، حتى لو هو في الاوضه وقافل على نفسه يحب يفصل مثلا شويه مننا مش مهم، بس المهم هو مصدر امان كده وراحه واطمئنان ان هو معانا في البيت.
بابا بالنسبه لي كان مصدر راحه يعني، كنت احب افضفض معاه اتكلم معاه، حتى بعد ما كبرت واتجوزت وخلفت كنت احب اروح اتكلم معاه، كان بيسمعني كويس قوي وكنت احب اخد رايه، وكان عنده حكمه وعدل في كلامه يعني، مش عشان انا بنته كان بيطبطب عليا وخلاص، لا كان عاقل جدا وكان يوجهني وكنت احب اسمع رايه جدا. وتأثير بابا عليا حتى بعد وفاته، وان انا لحد النهارده فاكره كل كلامه وكلامه بيرن في وداني، خلاني انتبه لحته ان انا ايه ده فعلا انا ممكن اكون قدوه بجد لولادي من غير ما احس، وشئت ام ابيت هم هيشربوا مني وهياخدوا مني، فيا ترى انا بصدر ايه لولادي يعني. ولو فكرت شويه هتلاقيك بتقلده في حاجات كتير من غير ما تحس، حتى يمكن في الحاجات اللي بتنتقده فيها. بعد ربنا سبحانه وتعالى أول سند هو الأب، الأمان، الظهر، إحساسك بالراحة في وجوده. لو عايز تتأكد من كده روح زور أي حد من أصحابك يكون والده متوفي، هتعرف وقتها إن وجود الأب نعمة كبيرة، بس أنت اللي متعود عليها ومش واخد بالك منها. أينما كان وكيفما كان أبي قدوتي، طبت وطاب ممشاك يا أبي. لو شفت خير في الدنيا يا بنت اللي عملته، وقريت كتاب الحياة ومنك اتعلمته. أنا لما قلت يا سند وقف لأبويا وعاند، وشال همي وريحني أنا ابن أبويا، وأموت لو شفتك يوم محني، ده أنا ابن أبويا، تعبك ووجعك يذبحني. معاش ولا كان اللي يخليك يا أبا في حياتي تتحوي، معاش ولا كان قصرت سامحني يا بابا سامحني، أنا ابن أبويا. أهلا بيكم مرة تانية، والموضوع كبير بيتهيألي محتاجين نعيد النظر في كل تصرفاتنا مع أبائنا. في كام رسالة سريعة أنا عايز أقولهم. أول حاجة، ما تعاملش أبوك بالقطعة، إذا أرضاك النهاردة يبقى كويس، إذا لم يرضيك يبقى مش كويس. التعامل بالقطعة عموما ما ينفعش، وخصوصا مع أبوك. كمان ما تستناش مقابل لحبك لأبوك أو لاحترامك لأبوك أو لمعاملة المعاملة الحسنة لأبوك، دي حاجة مش محتاجة مقابل، لأن أنت لو هتستنى لما يكون هو بيعاملك كويس فتتعامله كويس، أو تكون راضي عنه أو يكون راضي عنك فترضى عنه، يعني تبقى حاجة اسمها زي الميزان كده، مكافأة، وده التكافؤ غير صلة الرحم. الصلة والإحسان لأبوك وأمك إن أنت تحسن لهم حتى لو أساءوا، فما بالك الأب. الأب ما يحبش يشوف ابنه أو بنته ندي ليه، ما ينفعش، لازم دايما تبقى حتة منه. كمان مهما حسيت انه ظلمك، حتى لو الموضوع فيه ورثة، حتى لو فيه فلوس، اوعى تقعد ابوك او تقعدي ابوك في قعدة وتقول له عايز حقي، اوعى، انت ابن اصول وانت بنت اصول، ما ينفعش حد يقعد ابوه كده ويشاهد عليه ناس ويتكلم معاهم، وده عمل معايا كذا وعمل معايا كذا، وهاتولي حق، يجيبوا لك حقك من مين؟ ده ابوك. مفيش اب وحش، كل اب هو احسن اب في الدنيا، بس تشوفه انت كويس. الاب سند، الاب هو حاجه كده ما ينفعش تتقيم،
بره كل التقييمات. بس في حاجة مهمة جدا، أنت محتاج تحترم بشرية أبوك. يعني إيه تحترم بشريته؟ يعني لو إحنا شايفين إن في أخطاء كابن أو كابنة نفتكر إن ده بشر ممكن يخطئ عادي. يعني إحنا ساعات بنبص للأب لأنه إنه ما ينفعش يغلط، فبالتالي بنعلى في توقعاتنا فنصطدم. هتقولي أنا بحس بوجع بزعل، هفكرك بموقف بسيط قوي. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي، ومش أي نبي، ده خليل الله، وينزل له سيدنا جبريل الوحي ويبقى عارف إنه نبي، ويعني خلاص هو عارف هو وصل لمكانة إيه عند ربنا سبحانه وتعالى، وأبوه مكذبه مش مصدقه، ماشي مع الناس اللي شايفة إنه هو مش نبي ولا حاجة. أيوه كلمني بقى عن الوجع ولا عن الزعل في حالة زي كده. ومع ذلك سيدنا إبراهيم عمره ما أساء لأبوه. روح اقعد مع أبوك كده وسط أصحابه، وبوس إيده وبوس راسه ودلعه كده وحسسه إن أنت مقدره. نام على مخدة أبوك وشم ريحة الأمان، ريحة السند. الأب صدقوني حاجة كبيرة، وعايزك تقرب منه أكتر وقربي منه أكتر، وخليه يحكي لك عن شبابه كان بيعمل إيه هو زمان، واعرف التفاصيل دي واستشهد بيها في مواقف تانية. قول له ده أنا عملت كذا زي ما أنت عملت. جبر الخواطر على الله، ده أبوك. اوعى تخلي أبوك، واوعى تخلي أبوك يحس ان احنا كبرنا خلاص وما بقيناش محتاجينه، ولا محتاجين رأيه، ولا محتاجين قراراته، ولا محتاجين خبرته ولا مساعدته. دي مشكلة كبيرة جدا. وخلي بالكم الأب اللي سنه 40 سنة غير اللي سنه 50 60 70 80 وانت ماشي كده. كل ما الأب بيكبر في السن كل ما بيحتاج يحس ان انت منتمي ليه، ان انت منتمية ليه، ومش بس كده ده هو لسه له كلمة عليكي وعليك، وإن إحنا محتاجين نفضفض معاه، ومحتاجين نسمعه وننفذ له رغبته. ولما نحس إن أبويا يعني ملوش مزاج لحاجة أنا بعملها، أقعد أتكلم معاه، ناقشه بالراحة بأدب بذوق. مش أنا كبرت خلاص، لأ مش انا كبرت خلاص والعمليه يعني انا باخد قراراتي بقى براحتي وانا عندي الخبره الكفايه، وانا كان انا بقول له خلاص انت طلعت كده مش بس معاش، انت بره الدنيا خالص. لا احنا محتاجين ده، لان احنا كمان هنبقى اباء او بقينا اباء وهنكبر وهنمر بالمراحل دي. فخلي بالك، وخلي بالك احنا بنبني لينا احنا بكره. روحوا له بصوا ايديه ورجليه وقولوا لكل اب احنا ولادك وتحت ايديك وتحت رجليك كمان. ان شاء الله انا هشوفكم في رمضان على السوشيال ميديا، على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، وهتلاقوا اللينكات موجوده على الشاشه. يوميا ان شاء الله في رمضان، وبرنامج رمضاني خفيف كده 5 دقائق كل يوم ان شاء الله، هيكون اسمه اصحى للكلام. مستنيكم ان شاء الله بداية من اول رمضان، واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.